السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الشهادة الإعدادية، يا رب تكونوا بخير مع الفصل الثالث من قصة طموح جارية. اتكلمنا في الفصل اللي فات، وقفنا في الفصل الثاني عن انتصار نجم الدين على بدر الدين لؤلؤ وعلى غياث الدين الرومي، وفك حصار سنجار وحصار أمد وأنقذ ابن طورانشاه. بعد كده نقل إلى حصن كيفة وبدأ يفكر في طرق الوصول إلى حكم مصر. ونجم الدين كان بقاله فترة ما يعرفش أي أخبار عن مصر، ده كان السبب اللي مخليه متضايق، وكان قلقان على اصحابه اللي موجودين في مصر اللي بينقلوا له الاخبار يكون صابهم اي مكروه، وخاصة لما في قافلة وصلت من مصر ولم يأتي اليها احد. ولما اشتد به الضيق خرج لشرفة من شرفات الحصن اللي عايش فيه، وكانت جنبه شجرة الدر بتحاول تخفف عنه وتفرج الكربة اللي هو فيها. وهو لسه قلقان وبيفكر في الموضوع، لقى حد من الخدم بيستأذنه ان في حد وصل من مصر اسمه ابو بكر القماش. ابو بكر القماش ده كان احد التجار، احد تجار القاهرة، فبسرعة اذن له واستقبله بسرور علشان يعرف اخبار مصر. فبعد ما ابو بكر عرض البضاعة بتاعته، مد ايديه لنجم الدين بالدينار الجديد. في مصر الملك الجديد الملك العادل عمل دينار جديد، قال له انت شفت يا مولاي الدينار الجديد؟ فاول ما شافه نجم الدين كده خد الدينار وبيقرا اللي مكتوب عليه، بان على وشه الغضب على طول، وراح جاي مناول الدينار ده لشجره الدر. قرت اللي عليه برضه وهي متعجبه كده، لقت اللي كان مكتوب عليه ايه؟ مكتوب العادل سيف الدين ملك مصر والشام واليمن. ورجعت الدينار تاني لنجم الدين وكان باين على وشها الغضب والسخريه. يبقى احنا عرفنا اللي جه من القاهره هيوصل الاخبار لنجم الدين اسمه ابو بكر القماش، وده تاجر من تجار القاهره. فنجم الدين بيقول له حدثني عن مصر، عايز اعرف اخبار مصر. قال له الامور ماشيه كالعاده، يعني لما في ملك جديد عايشوا الايام طبعا دبحين بين الذبائح اللي بتدبح في الميادين وتحت قلعه الجبل، واللحوم بتتوزع عليهم، وفرحانين طبعا بملك مصر الجديد الملك العادل، والشوارع طبعا مليانه بالالوف اللي بتشاهد موكب العادل سيف الدين وهو ماشي ما بين جنوده واعوانه. قال له طب ايه اخبار الامراء؟ كيف حال الامراء والقواد يا ابو بكر؟ قال له لم يبق في مصر يا مولاي الا ذوي النفوس الخبيثه، ما فيش فاضل في مصر غير الناس اللي نفوسهم وحشه. قال له طب والملك؟ الملك مين الملك؟ سيف الدين الملك العادل. قال له الملك ده ورا الستار خلف الجدار، مش فاهم حاجة، مش خبير غير في الجواري في النساء والشرب، ما بيفوقش يا مولاي غير انه يحط ايديه في خزنة الدولة يطلع منها اللي هو عايزه عشان ينفكه يصرف على اللهو بتاعه بس. والامراء كانت بتتقرب ليه بان هم يجيبوا له الجواري عشان ينالوا مكانة كبيرة عنده. وكان اقرب حد ليه من الامراء دول داود امير الكرك، ده كان هو الامر الناهي في قصر العادل، هو اللي بيبعد الناصحين بيبعد المخلصين بيبعدهم عن الامير العادل عشان هو يفضل متسلطا، يفضل له نفوذ وله مكانه، ما يبقاش حد له راي غير هو. وبيكلموا عن الامير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ، بيقول له ان ده مقبوض عليه ومعتقل في قلعه الجبل. ايه كانت تهمته؟ تهمته ان هو بيراسلك يا مولاي، كانت تهمته ان هو بيراسل بيكاتب نجم الدين بيبعت له الاخبار، وان هو كان بيبعت رسائل لنجم الدين ان هو بيطلب منه ان هو يسرع ويجي لمصر ينقذها، علشان كده اتقبض عليه واعتقل فين؟ في قلعه الجبل. وابو بكر القماش بيكلم نجم الدين بيقول له انت معرفتش بخبر العادل والجواد؟ احنا عارفين ان العادل هو ده سيف الدين ملك مصر، وعارفين ان كان النائب بتاعه في دمشق كان الجواد. بيقول له انت معرفتش الخبر بتاعهم؟ قال له ايه الخبر؟ قال له ان في اتفاق ما بين العادل وداود اللي هو داود امير الكرك، في اتفاق ما بين الملك العادل سيف الدين وما بين داود صاحب الكرك، الاتفاق ان هو يديله دمشق. هي دمشق مع مين؟ مع الجواد. في اتفاق ان هو ياخدها من الجواد ويديها لداود علشان هو قريب منه، وكان حابب انه يحتال يعمل خدعة كده على الجواد عشان ينفذ الاتفاق ده. فبعت له كتاب ان هو هيديله الشوبك وثغر الاسكندرية واليوب وعشر قرى من قرى الجيزة. ايه المقابل؟ ان هو يتنازل عن نيابة السلطنة في دمشق. وبيزود في الخدعة شوية، بيقول له بسرعة تعالي في قلعة الجبل علشان تكون جنبي، انا محتاج لك ومحتاج لرأيك. راح جاي سأله نجم الدين، قال له طب الجواد قال له ايه؟ قال له لا الخدعة دي ما مشيتش على الجواد، وعرفت يا مولاي ان هو عايز يستعين بيك لانه حس بالغدر وحس بالخديعة اللي بيعملها له الملك العادل سيف الدين. قال له استعين بي انا؟ ازاي يا ابو بكر؟ هو لسه بيتكلم لقى رسول من عند الجواد جاي لنجم الدين بيقول له في رسالة وعايز الرد عليها سريعا.
فبسرعة فتح نجم الدين الرسالة وادها لشجرة الدر تقراها. شجرة الدر هزت راسها انها موافقة، وبص نجم الدين لأبو بكر في بشاشة كده وهو فرحان، قال له فعلا الخبر اللي انت قلته صادق، الرسالة دي من الجواد وانا وافقت على اللي فيها. وكتب الرد بسرعة وادها للرسول بتاع الجواد، وانطلق بها مسرعا وشكر نجم الدين أبو بكر وقال له ان شاء الله هندخل مع بعض دمشق يا أبو بكر. الجواد استعان بيا، الجواد عايز يعمل معايا مقايضة. ايه هي المقايضة؟ عايز يديني دمشق وهو ياخد حصن كيفة وسنجار، وانا بسرعة وافقت. ففرح ابو بكر طبعا وقال دي صفقة رابحة يا مولاي. وراح جاية شجرة الدر قالت ان الامل زاد اشراقا يا مولاي، مفيش بعد دمشق غير مصر. 18 يوم بالسفر البطيء كده الهادي ما بين دمشق ومصر، يعني الموضوع قرب، اللي بعد دمشق مصر ان شاء الله، وتوصل لمصر يا نجم الدين. ونجم الدين بيقول لها طب والعوائق يا شجرة، العقبات اللي احنا كنا بنتكلم عنها. فقالت له شجرة الدر مفيش حاجة بتقف امام نجم الدين وعزمه مهما كان. ابو بكر كان عنده قلق كده وكان عنده شك ان الجواد يرجع في كلامه تاني، قال انا خايف ان هو يقعد يفكر في الصفقة ولما يعرف الفرق يرجع تاني في كلامه. فنجم الدين قال له بسرعة احنا مش هننتظر لحد ما يفكر، انت يا ابو بكر هترجع على طول لمصر مع القافلة، ومعاك التعليمات بتاعتي هتوصلها للامراء الثائرين، الامراء اللي هم غضبانين، اللي هم ضد الملك العادل، ضد سيف الدين، اللي هم متضايقين من فساده، اللي هم بيدوروا على الاصلاح والوحدة، اللي بيدوروا على سلطان قوي حازم يثق بعزمه وقدرته على مواجهة الفرنج والتتار. وهتوصل سلامي لفخر الدين ابن شيخ الشيوخ اللي هو معتقل بقلعة الجبل، هطمنه ان الخلاص قرب ان شاء الله، وتبلغهم يا ابو بكر ان في تدبير من نجم الدين لدخول مصر وان الفرج قرب ان شاء الله. وكان الرد بتاع نجم الدين ان هو وافع على المؤيدة، خلاص بلغ للجواد، فخلاص هو كده ظن ان هو وفق، وانتشر الخبر والناس ارتاحت وكانوا منتظرين وصول نجم الدين الى دمشق. وفعلا نجم الدين دخل دمشق في اول جمادي عام 636 هجرية، واستقبلت دمشق الصالح نجم الدين احسن استقبال، وهو على فرسه رافع راسه وحواليه الفرسان الاشداء، وشجرة الدر كانت في هودجها، الهودج ده المكان اللي بيبقى فوق الجمل اللي هي قاعدة فيه، كانت بتحلم بتتخيل دمشق ببهائها وجمالها، وكانت تتعجل الوصول الى دمشق والوصول الى مصر. بتمنى اكون قدرت افيدكم وعرفنا تفاصيل وشرح الفصل الثالث، والى لقاء اخر مع الفصل الرابع من قصة طموح جارية. اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.